عينيه بنقلكم عيد سعيد. رافائيل احساسها شوي كان محله يمكن اطلع نومينيه لانه برايمي ما كان كثير منيح، فشديت حالي بالايفال بس هالشيء يمكن ما كان كثير كافي. صراحه مش كثير زعلان لانه وصلت لمرحله كثير مبسوط منه، واكيد ما مش كافي طموحه اكثر من هيك، بس صراحه مبسوط واكيد اذا رجعت ورجعني الجمهور حارجع شد حالي ببرايمي وإيفالي كمان دل أعطي هالأفكار المهضومة والحلوة. الفرق بين هالنومينيشن والنومينيشن أول جمعة كتير قطع 10 ويكس تقريباً، قدمت كتير وأكيد بعد عندي إشي أكتر، بس كتير إشي قدمتها وبين إيفاليات وبين برايمات حلوة. أنا مبسوط للمرحلة اللي وصلت لها وأكيد بعد فيه إذا الله أراد. صراحة إلي الشرف أطلع مع خي أنيس نومينيه، شخص كثير بحبه كثير عزيز قلبي وكثير قريب إلي. حيكون شيء حلو انه نوقف انا وياه بهالشيء بهالنومينيشن. برجع بقول ماني زعلان كثير، وكمان ماني زعلان لانه مع انيس، شخص بحبه كثير وجود لك. إذا حلفنا الحظ ورجعت على الأكاديمية أكيد حأرجع بنشاط مثل أول نومينيشن رجعت بكتير حيوية، وأكيد حدوق طعم إنه أنتوا صوتوا لي وحسيت حدا كتير دعمني. هالشي حيعطيني بوش أكتر، وبدي أطلب منكم إذا حابين تشوفوا رافائيل جبور بالأكاديمية مرة تانية صوتوا لي على الرقم واحد.